طبعا ما فيش شك ان الانشاد الديني شيء عظيم جدا وروحاني، وبيزيد دوره كمان في هذه الايام المباركه، تحديدا في ايام عيد الاضحى المبارك اللي المسلمين كلهم بيحتفلوا بيه بكره ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين وبالف خير. من خلال العيد طبعا بيشعر المستمعين بالراحه النفسيه بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم. خلونا نتعرف اكتر عن الاناشيد المستحبه خلال عيد الاضحى المبارك. معانا في فقرتنا دلوقتي المنشد احمد عاشور اللي منورنا. كل سنه وانت طيب يا احمد. كل سنه وحضرتك صباح الخير عليك يا احمد. صباح الخير يا استاذ محمد، اخبارك ايه؟ الحمد لله انا كويس الحمد لله، ومتاكد الناس هتتبسط منك دلوقتي، لان احنا سمعنا ان عملت تيست دلوقتي الناس يعني هتتبسط ان شاء الله. ان شاء الله يعني ان شاء الله. في البدايه كده علمنا يعني او فهمنا انت امتى اتعلمت الانشاد الديني، وابتدى وانت عندك كام سنه؟ طيب تعرف ان انت صوتك حلو يعني كويس. بدايه طبعا سعداء جدا بوجودنا مع حضراتكم النهارده في صباح الخير يا مصر، ان شاء الله تكون حلقه موفقه باذن الله. البدايه كانت من حوالي 5 أو 6 سنين تقريبا، ولكن البدايه الاساسيه بقى كانت من زمان وانا طفل صغير كده، كان في الاذاعه القران الكريم كانت شغاله بشكل مستمر في البيت، فالودن خدت بقى على السمع على الشيخ محمد رفعت والشيخ النقشبندي والشيخ الحصري والشيخ المنشاوي، ولقيت نفسي بردد كده طفل صغير قاعد بيردد الاناشيد والابتهالات. طلعت في الاذاعه المدرسيه كتير، كنت معروف احمد عاشور عنصر اساسي في الاذاعه المدرسيه، فده اداني خبره واكتسبت خبره كبيره جدا. ظهرت في مسابقات كتير جدا للقران الكريم. حد من البيت بينشد يقرا قران؟ والدي. والدك اه. والدي صوته كويس بيدندن كده يعني قران، حاجات جميله كده بيدندنها يعني. طيب عظيم جدا، نبدا بايه؟ تحب نسمع ايه؟ يلا نبدا بحاجه جميله كده في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. يا رب تعجب حضراتكم باذن الله. بسم الله. نور البدر جميل في بهاء، يا بشرى برسول الله. نور البدر جميل في بهاء، يا بشرى برسول الله. هل الهلال يا محلى جماله، هل الهلال يا محلى جماله، محلى جمال رسول الله، محلى جمال رسول الله. ياللي انت رايح للنبي، الله الله امانة سلم لي عالي، الله الله ويقول له في مسكننا، الله الله طالبين النظرة إليك نظرة 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 لله. واللي يحب المصطفى، الله الله في الدنيا والآخرة ساعد، الله الله ويبان عليه نور الرضا، الله الله ويحب ربه حبيب. نظرة 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 لله. عليه أفضل الصلاة والسلام. إحنا عندنا في مصر كبار المنشدين، يعني عظيم. خليني أقول إن الإنشاد يعني ابتدى من عندنا، يعني أنا طبعا. أو يعني كبار المنشدين موجودين كانوا في مصر. النهارده ايه الفرق بين الجيل القديم من المنشدين والجيل الجديد؟ احنا شايفين طبعا جيل جديد واعد جدا جدا من المنشدين، بس صحيح. ايه الفرق؟ هل الارضيه هنا مختلفه؟ احكي لي. الفرق ان احنا زمان او ايام مشايخنا طبعا العظماء كان الموضوع بيمشي اكتر ارتجالي وسماعي، بمعنى ان مثلا الشيخ قاعد اهوت وقاعد قدامه مجموعه من الناس بيرتجل وبيبتهل، وفي وراه بطانه بترد وراه، كان يقال عليها التوشيح او الموشحات. الشيخ بيقول وفي بطانه بتقول وراه وبتردد والناس قاعده ومستمعه. دلوقتي الوضع اختلف شويه يا استاذ محمد، اصبح الانشوده قصيره جدا لا تتعدى 4 أو 5 دقائق، وبقت نقدر نشبهها بالاغنيه اللي هي العاطفيه، وبقت تحمل معنى وهدف كويس جدا جدا جدا، وتوصل من خلالها رساله جميله جدا جدا جدا. طيب انت اتعلمت ايه من المنشدين الكبار؟ اتعلمت طبعا حاجات كتير جدا، كل شيخ بيتميز باسلوب وطريقه معينه، وزي ما بيقولوا كل شيخ وله طريقه. فمثلا الشيخ النقشبندي كان عنده مساحات صوت رهيبه جدا، يمكن دوت اثر عليا وانعكس عليا بشكل كبير. عندنا برضو الشيخ محمد عمران كان بيجمع ما بين علم النغم والموسيقى وما بين مساحات الصوت. الشيخ مثلا الشيخ طه الفاشني كان عنده اسلوب صعب جدا جدا جدا، شجي
شقي جدا جدا جدا. فلما بتسمع الشيخ سين من المشايخ وصاد من المشايخ وعيام المشايخ، انت بتجمع بيرسوناليتي لنفسك في الاخر. طب مين من الجداد المنشدين الجداد انت حاسس انك اقرب ليهم او هم الاقرب لقلبك؟ خليني اقول يعني عندنا المنشد، هم كلهم بصراحه نماذج جميله جدا جدا مع حفظ الالقاب ليهم، ولكن انا بحب جدا المنشد ماهر زين لانه اناشيده بصراحه بتلمسني جدا جدا يعني. طب في حاجه يعني نسمع حاجه دلوقتي؟ طيب يعني احنا مش مجهزين حاجه بس نقول حاجه لماهر زين مش مشكله. نقولها مثلا يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام. طب نرجع بقى لحاجه انت تكون مجهزها. يلا بينا نقول مثلا معانا باقه جميله جدا من الانشيد، ممكن نقول مثلا حاجه جميله عليك سلام الله للكحلاوي. جميل، عشان نصلي على النبي مع بعض كده. عليه الصلاه والسلام. يلا بسم الله. اتفضل. عليك سلام الله يا رسول الله، عليك سلام الله يا حبيب الله، عليك سلام الله 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 يا رسول الله، عليك سلام الله يا رسول الله، عليك سلام الله يا نور عرش الله الله، يا عريض الجاه يا خير خلق الله الله، عليك سلام الله يا نور عرش الله الله، يا عريض الجاه يا خير خلق الله الله، بعثك إله علما أنزل عليك قرآن الله، بعثك إله علم الله أنزل عليك قرآن الله، يا بدر هل وبان يا بشرى خير وسلام الله، يا بدر هل وبان يا بشرى للإسلام، أديت رسالة الله صلى عليك الله، أديت رسالة الله صلى عليك الله، عليك سلام الله يا رسول الله. عليه افضل الصلاه والسلام. ما شاء الله كل ده سمعي بس بفضل الله. بصراحه انا مستغرب يعني يعني ما شاء الله في تمكن يعني. بص يا استاذ محمد، اقول لحضرتك على حاجه، السمع من وجهه نظري بيشكل ما لا يقل عن 90% من الموهبه. الموهبه الروماتيريا الموجوده، الخامه موجوده، انت بتشكلها عن طريق حاجتين. الحاجه الاولانيه اللي هي السمع، وده زي ما بقول بيشكل جزء كبير جدا جدا، ثم الدراسه، ال 10% بين الدراسه. فانت لما بتسمع للشيخ ده والشيخ ده والشيخ ده والشيخ ده، انت بتكون مجموعه من الفنيات والتقنيات بتنعكس على شخصيتك انت. ثم بعد كده انت بتدرس بقى علشان تعرف انت بتستخدم. لسه قدامك المشوار طويل. طيب احنا عايزين نسمع حاجه كمان بقى. طيب يعني ما فيش مشكله، يعني انا حاضر.
نقولها بقى حاجه جميله قوي عشان الايام الجميله اللي احنا فيها ديت. حجاج بيت الله يطوف وسعده. يلا. حجاج بيت الله طوفوا وسعدوا، حجاج بيت الله طوفوا وسعدوا، بالقرب منه واسألوه متابا. حجاج بيت الله حجاج بيت الله طوفوا وسعدوا، بالقرب منه بالقرب منه واسألوه متابا. الله جمعكم الله جمعكم بأطهر بقعة وحباكم وحباكم كرما وفضلا طابا. هنيئا له. الله. في تجاوب كبير يمكن من الشباب الفتره دي مع الابتهالات، هل السوشيال ميديا ليها دور كان عليها عامل؟ اه طبعا السوشيال ميديا زي ما بيقولوا كده خلت الدنيا طين وصاله، ولخصت حاجات كتير جدا وسهلت كتير جدا من الخطوات الواحد ممكن يمشيها. دلوقتي وانت قاعد في البيت يا استاذ محمد ممكن ان انت تقدر تنشر بوست او فيديو او ما الى ذلك عن طريق المشاركه، مشاركات كتير. انت بتعمل كده؟ انا شخصيا بعمل كده. طب هل السوشيال ميديا ساعدتك انت شخصيا؟ اه طبعا ساعدتني في ان انا يعني تعرفت بحضراتكم طبعا، وكانت فرصه طيبه جدا طبعًا. جدا وبرامج كتير جدا بفضل الله رحناها برضو وصورنا فيها. ظهورك على السوشيال ميديا مثلا هل زود شعبيتك جماهيريتك؟ الناس بدات تتواصل. هل في شباب بتحاول ان هي تتواصل معاك مثلا؟ طبعا انا كنت من فتره من حوالي 3 شهور تقريبا عملت حفله في الرابع الثقافي عشان اشوف الفيدباك بتاع الانشاد هيبقى عامل ايه. ان شاء الله جالي حضور كويس جدا جدا، كانت في الرابع في الحسين، وحضر يعني كانت القاعه كومبليت بفضل الله. حضر جميع الاعمار يا استاذ محمد، جميع الاعمار، شباب بنات، متوسط الاعمار، اعمار كبيره برضو فوق ال 60 فوق ال 50 ال 40 تحت ال 40، جميع الاعمار بفضل الله بدا ان هم الارشاد يوصل لهم ويبقى في بشكل كبير كمان. طب تسمعنا ايه بقى دلوقتي؟ نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم، نقول معانا حاجه جميله قوي اسمها ودي لي سلامي يا رايح للحرم. حاجه جميله جدا طبعا. بسم الله. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، ودعي لي وسلم لي على هادي الأمم. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، ودعي لي وسلم لي على هادي الأمم. انظر للكعبة محلاها نور وجلال يغشاها، انظر للكعبة محلاها نور وجلال يغشاها، يحرسها ربي ويرعاها، واذكرني أمامها وادعيلي وادعيلي يا ساعي بهمم الصفا للمروة، يا شارب من زمزم اتذكرني بدعوة، يا ساعي بهمم الصفا للمروة، يا شارب من زمزم تذكرني بدعوة، يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة، طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة، اطلب من مولاك الرحمة واسأله الرضا وادعيلي وادعيلي.
احنا بنشكرك يعني احمد عاشور المنشد الديني، يعني برغم انت شكلك صغير قوي في السن لكن ما شاء الله موهبه كبيره قوي. مبسوطين ان انت كنت معانا. ودلوقتي احنا هنروح لفاصل، بس عايزينك انت اللي تطلعنا فاصل بحاجه اخيره. يلا نقولها بقى حاجه جميله في الصلاه على النبي، على حضره النبي كمان. بسم الله. صلي يا ربي وسلم عن نبي بدر التمام، صلي يا ربي وسلم عن نبي بدر التمام، يا محمد يا حبيبي أنت مصباح الظلام، أنت أصل للبرايا، أنت مولانا الإمام، يا رسول الله إني أبتغي نيل المرام، صلي يا ربي وسلم عن نبي بدر التمام، يا محمد يا حبيبي أنت مصباح الظلام.